او بالاكيد انها راح تكون هي حديث الشارع الرياضي خلال الفتره القادمه. والله انا مبسوط لانه اسمه عوض بيعمل لنا شهره، احنا عددنا قليل. طبعا هي قضايا مختلفه، يعني سعيد المولد قضيته فسخ عقد من اللاعب، قضيه التون حقوقه، الالتون طبعا لاعب يختلف، مو لاعب يخضع للنظام المحلي، تمام؟ فانا اتصور مستحيل، يعني بكل صراحه مستحيل. كيف ابو سلطان؟ بس تعيد الجزئيه هذه تفضلت ابو سلطان. اقول لك التون عمل قضيه انه لاعب زي حكايه مانسو، لاعب من خارج السعوديه. عرفت؟ يعني ما هو لاعب سعودي، لانه احنا بالنظام اللاعبين الاجانب نخضع للفيفا. عشان كذا ابو سلطان، ابو سلطان اذا سمحت لي، عشان كذا احنا انا اقول لك لجنه الاحتراف اليوم القضيه ماليه، زي ما انا يا لجنه الاحتراف قاعد اهتم في رواتب اللاعبين السعوديين وحقوقهم، المفروض انه انا نفس الموضوع اخويا محمد حتى بالنسبه للاعبين الاجانب. كتبت عده مقالات وتكلمت هنا في التلفزيون انه لجنه الاحتراف همها ليس متابعه اللاعبين، تشجيع اللاعبين وتحفيز اللاعبين ورغبه اللاعبين. يعني الكل يتذكر في فترة سعيد المولد قلت رغبة اللاعب، والآن لازلت أقول برضو حتى على مستوى اللاعب عوض خميس برضو رغبة اللاعب. طبعا إحنا زي ما تفضلت ما عندنا شيء مثبت، ولكن طيب احترام العقود، احترام العقود لك غرامة ولا لك غرامة على اللاعب، هذا شيء معروف. من اللي قال لك؟ معليش اسمح لي سعيد المولد الحين ما فسخ عقده مع نادي الاتحاد؟ كيف الفيفا اصدر له بطاقه بديله لما رفض الاتحاد السعودي يديله بطاقه؟ كيف؟ انا بقول لك احترام العقود وارد، ولكن رغبه اللاعب. انا وقعت معك عقد، الفيفا عمره ما يعطل اللاعب. طيب عليه عقوبه ماليه، طيب يدفع العقوبه برجع المالية. برجع لك يا ابو سلطان.